السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم أيمن الشواتي، معاكم في الحلقة رقم 23 من سلسلة شرح CCNA Service Provider، الجزء الأولاني SPNGN 1، سلسلتنا اللي بنتابعها على All Cisco Labs و Configure Blog و Network Set. المرة اللي فاتت النهاردة هيكون الجزء الثالث والأخير من شرح البرزنتيشن ديت اللي هي لسون 6 في الموديول الثاني. وصلنا في الجزء الأول والثاني لغاية كنا بنتكلم على الامبروفمنتس اللي حصلت في الرابيد سبانينج تري، كنا هنا تمام. طيب بدأ يكلمني على ايه هو الـ Default Spanning Tree Configuration. انت لغاية اللحظة اللي احنا بنتكلم فيها اكتشفت ان في اكتر من Spanning Tree، في الـ Spanning Tree بس الـ STP العادي اللي هو 802.1D، واكتشفت بقى حاجة اسمها Rapid Spanning Tree، وهتكتشف حالا حاجات اكتر من كده كمان، حاجة اسمها الـ Pair VLAN Spanning Tree على سبيل المثال. وهو الراجل بدأ الكلام انه بيقول لي ايه الـ Default Spanning Tree Configuration for Cisco Catalyst Switches. للـ Cisco Catalyst Switches، Cisco Catalyst Switches دي يعني ايه؟ مش كل الـ Switches عند Cisco متقسمة نفس الكاتيجوري، يعني خليني كده مثلا نحاول ان احنا نزور الويب سايت بتاع Cisco، ولو حبينا نبص على الـ Product على switches campus lan access switches. هنا بيكلمني على اللان switches، السويتشات اللي هتبقى موجودة في لان، في شركة عندها شوية أجهزة عايزة توصل الأجهزة دي ببعضها. لو حبيت أقول له show products هلاقي إن السويتشات دي معظمها بيبدأ بالكاتيجوري اللي اسمه catalyst، catalyst 4500، catalyst 3850، 3650، كاتاليست 2690 تمام. لكن في كاتيجوري تاني اللي هو مهتم قوي بالبرزنتيشن، في البرزنتيشن بتاعتنا بيه، اللي هو الام اي سويتشز، اعتقد هو هنا في السيرفيس بروفايدر ايثرنت اكسس سويتشز. ادي سلسلة الام اي، ام اي 3400 يمكن هو ده اللي بيضرب بيه المثل عندنا في الكورس بتاعنا، الام اي 3400 شكله حاجة زي كده تمام. يبقى زي ما اتفقنا السويتش ده مناسب اكتر للاكسس لاير عند السيرفيس بروفايدر، لكن السويتش ده مناسب اكتر للكامبس، كامبس يعني تقدر تقول كده الكاستمر يعني تمام، مش البروفايدر. ماشي الكلام؟ طيب فهو بيقول لي ان على الكاتاليست سويتشز الديفولت سبانينج تري مود، نوع السبانينج تري اللي شغال على الديفولت كديفولت على الكاتاليست سويتشز اسمه بي في اس تي بلس، بير في لان سبانينج تري، وده انيبلد كل البورتس موجوده في لان 1، وهو سلور كونفرجن. طبعا طالما مفيش رابيد يبقى اكيد سلور. طبعا انا عارف انك اول مره يفترض يعني تسمع كلمه في لان، واكيد بطبيعه الحال اول مره تسمع بير في لان سبانينج تري. هقول لحضرتك ما تقلقش، ديفولت سبانينج تري على الام اي سويتشز الرابيد بير في لان سبانينج تري، اكيد ده فاستر، هو ديسيبلد على الاي ان اي انترفيسز، لكن انت تقدر تنيبل، نوت سبورتد على اليو ان اي انترفيسز، والكلام ده عرفناه. اللي احنا لسه ما عرفناهوش بقى يعني ايه بير في لان سبانينج تري، رغم انه اكيد كلمه في لان، في لان يعني ببساطه شديده فيرتشوال لان، في لان يعني فيرتشوال لان، ولان انت عارفها لوكال اريا نتورك تمام. رغم انه هيجي قدام في الكورس شرح كلمة فيلان بالتفصيل، لكن انا هحاول كده سريعا، وحاول انك ايه يعني تخطفها معايا كده عشان ما ناخدش فيها وقت طويل، لان عايزين نخلص النهارده البرزنتيشن، مش عايزين البرزنتيشن واحده تاخد مننا اكتر من 3 اجزاء يعني تمام. هي الفكره ايه؟ الفكره انه باي ديفولت
لو احنا على سويتش باي ديفولت. كل اليوزرز موجودين في نفس البرودكاست دومين. معنى ايه ان كل اليوزرز موجودين في نفس البرودكاست دومين؟ ده معناه انه اي يوزر هيبعت داتا كل اليوزرز هيوصل لهم الداتا ديت، اذا كانت الداتا دي مبعوته للبرودكاست ديستنيشن ادرس. فكره الفيلان ان لا، رغم ان احنا سويتشز مفيش معانا ولا راوتر، لكن برضو احنا نقدر نقسم الدنيا فيرتشوال لاندز بشكل وهمي وكأن احنا اكتر من برودكاست دومين. وممكن مش كل سويتش يبقى برودكاست دومين منفصل عن السويتش اللي جنبه، لا، ده انا ممكن اقول البورت ده والبورت ده من السويتش ده مع البورت ده من السويتش ده، التلاتة دول كده برودكاست دومين. مش بنسميها برودكاست دومين بقى، بنسميها التلاتة دول في نفس الفيلان، والفيلان دي بتاخد رقم. فبقول مثلا ان البورت ده والبورت ده بأساميهم موجودين في فيلان اتنين، والبورت ده معاهم هو كمان في فيلان اتنين. معنى ايه الكلام ده؟ معناه انه لو اي واحد من فيلان اتنين بعت برودكاست، الناس اللي في فيلان اتنين بس اللي هتشوفه. الناس اللي في فيلان سبعة دي مش لازم الارقام تبقى متسلسلة ابدا، ده رقم احنا بنحدده. مع الناس اللي في فيلان سبعة دي، مع الراجل اللي لوحده في فيلان سبعة، دول في فيلان منفصلة. كويس؟ كويس. طيب الفيلان، موضوع الفيلان موضوع كبير وفيه تفاصيل كتير ولسه هيجي وهنتكلم عنه، لكن انا بس حبيت اشير ليه بسرعة لان هو هنا بيحكي لي عن حاجة اسمها بير فيلان اس تي بي، اللي هو بيقول بي في اس تي، بيختصرها ببي في اس تي، بي في اس تي. تمام. يعني ايه بير فيلان سبانينج تري؟ هقول لحضرتك، لما كنا بنشغل السبانينج تري العادي كان في عيب خطير قوي للسبانينج تري العادي ده، انه كان بيبلوك البورت ده نهائي، مفيش اي ترافيك يعدي في البورت ده. عارف ده معناه ايه؟ معناه ان اللينكه ديت لو 1 جيجا ولا 100 ميجا ولا 10 جيجا ولا وات ايفر الباندويث بتاعتها، انا خسرت الباندويث دي لينكه معطله ملهاش اي لازمه في الدنيا. فكرة البير فيلان سبانينج تري، لا، هو احنا ليه نعمل كده؟ انا ليه اعامل السويتش من منظور الفيزيكال؟ بما ان انا عندي اكتر من فيلان في النتورك، بما ان انا عندي اكتر من فيرتشوال برودكاست دومين، طب خليني اعتبر ان انا فعلا عندي اكتر من فيزيكال لوب، فيزيكال ريدندنت لوب. يعني ايه برضو الكلام ده؟ يعني يا باشمهندس تعال على البورت ده سي واقفله، بس مش هقفله في وش كل الناس، هقفله في وش الناس اللي في فيلان سبعة. كويس؟ هل كده بالنسبة للناس بتاعت فيلان سبعة في أي لوب ممكن تحصل؟ لأ، لأن لو الترافيك خرج من هنا وراح كده وراح كده، ده الترافيك بتاع فيلان سبعة، هيجي يطلع من هنا البورت ده مقفول في وش يمين؟ البورت ده مقفول في وش كل الناس اللي من فيلان سبعة. كويس؟ لكن البورت ده مش مقفول في وش الناس اللي في فيلان اتنين، هاجي على بورت تاني زي ده مثلا، تعالى على البورت ده مثلا، هقفل البورت ده في وش كل الناس اللي في فيلان ايه؟ اتنين. ده معناه ان الناس اللي في فيلان اتنين مش هيحصل لها لوب. لو اي ترافيك طالع من فيلان اتنين هنا ممكن يمشي كده كده كده، هيجي هنا يقف، هي اللوب معناه انه ما يوقفش، انه يقعد يمشي الى ما لا نهايه. يبقى انا قفلت بورت مختلف لكل فيلان. ده فايدته ايه؟ فايدته ان انا مخسرش الباندويث بتاعة اللينكاية دي بشكل كامل. هي مقفولة في وش فيلان اتنين بس، لكن ستيل تقدر تعدي الترافيك بتاع فيلان سبعة، فالناس اللي فيلان سبعة تقدر تستفيد بالعشرة جيجا اللي انا حاططهم هنا. في نفس الوقت ما تقلقش على فيلان سبعة مش هيحصل لها لوب. ليه؟ لان الناحية التانية في بورت تاني مقفول في وش الناس بتاعة فيلان سبعة. طبعا انا عارف لخبطت البرزنتيشن بس يعني اتمنى ان الموضوع الى حد ما يكون واضح. والبير فيلان سبانينج تري نفسه في منه عادي وفي منه رابد. العادي منه البير فيلان سبانينج تري اللي مش رابد هو الديفولت على الكاتاليست سويتشز، والرابد بتاعه اللي هو بقى يعرف الالترناتيف ويعرف الباك اب بورت ويعرف الكلام ده، الرابد بتاعه هو الديفولت على الـ ME switches.
تمام. طيب ازاي نكونفيجر رابيد بير في لان سبانينج تري، او بمعنى اخر ازاي ان انا اغير المود بتاع السبانينج تري؟ يعني لو فرضنا ان انت السويتش بتاعك كان شغال على اي مود تاني غير المود ده، في كوماند بتكتب على الجلوبال كونفيجريشن مود اسمه سبانينج تري مود، وبعدين بتختار اللي انت عايزه. هنا الاختيارات هتبقى عبارة عن ايه؟ يا اما الاس تي بي العادي، يا اما رابد اس تي بي، يا اما البي في اس تي البير فيلان سبانينج تري، يا اما الرابد بي في اس تي. تمام، دي هتبقى الاختيارات. زي ما اتفقنا على الام اي سويتشز الديفولت هو ايه؟ الرابيد بير فيلان اللي هو الموست ادفانسد مود. طيب زي ما انت عارف ان بورت الاي ان اي باي ديفولت نوت انيبلد عليه السبانينج تري، فلو انت عندك بورت نوعه اي ان اي او انت قررت انك تخلي نوعه اي ان اي، شرحنا الكلام ده قبل كده طبعا، يعني اي ان اي في البرزنتيشن اللي قبل اللي فاتت، الفيديو اللي قبل اللي فات، تمام، هتعرف يعني اي ان اي. لو انت عندك بورت اي ان اي فهو باي ديفولت نوت انيبلد عليه السبانينج تري، فانت محتاج انك ترن السبانينج تري تحت اي بورت اي ان اي. لو انت عندك بورت ان ان اي ما انتش محتاج تكتب الكوماند دوت لانه باي ديفولت بيرن عليه السبانينج تري. طب يا ترى يا شباب بالنسبه لبورت اليو ان اي، هل هو باي ديفولت بيرن عليه السبانينج تري ولا انا لازم اكتب الكوماند؟ ها مين يقول لي؟ شاطر شاطر، في حد مذاكر بيقول لي ايه؟ بيقول لي يا باشا اساسا بورت اليو ان اي ما ين نوت سبورت، ما بيسبورتش خالص السبانينج تري. مش بس السبانينج تري ده، مش بيسبورت اي حاجه من اللاير 2 كنترول بروتوكول، لا السبانينج تري ولا السي دي بي ولا ال ال دي بي ولا ال اي سي بي ولا اي حاجه من اللاير 2 كنترول بروتوكول. لو في اسامي انا قلتها انت ما تعرفهاش هتعرفها قدام، لا تقلق. طب ده كلام جميل قوي. شو سبانينج تري فيلان 1 عشان اشوف ايه الستيتس بتاعت الفيلان بتاعت السبانينج تري الحاليه. هو ليه كتب فيلان 1؟ لان هو افترض ان انت بترن بير فيلان سبانينج تري. بير فيلان يعني كل فيلانايه ليها اس تي بي بيرن ليها مخصوص وبيختار لها بورت مختلف عن الفيلانات التانية، ودوت افضل بطبيعة الحال عشان ما نخسرش الباندويت بتاع الانكاية واحدة بشكل كامل. اشمعنى فيلان 1؟ برضو لما يجي سيرة الفيلانات هتكتشف انه انت بتشتري حضرتك السويتش كده متكريت عليه فيلانية واحدة بس اسمها فيلان 1، وكل البورتس موجودين في فيلان 1. بمعنى ان موضوع الفيلان دوت لو انت ما تدخلتش كانه مش موجود، باي ديفولت كل البورتات في نفس الفيلان، يعني السويتش كله برودكاست دومين واحد، يعني لو عندي مالتيبل سويتشز برضو كلهم هيبقوا برودكاست دومين واحد. ده ان كيس انك ما تدخلتش وعملت بايدك انت بعض الكونفيجريشن. عشان كده هو بيفترض ان احنا بنرن بير فيلان سبانينج تري، لكن انا ما يعني هي فيلان اللي جايه باي ديفولت هي اللي موجوده، انا ما لسه ما زودتش اي فيلان تاني، وبالتالي انا لما احب اشو سبانينج تري هقول له شو سبانينج تري فيلان 1. لو كنت كريت فيلان تانيه، فيلان 2 فيلان 3 فيلان 6 فيلان 100 وات ايفر، هتقول له شو فيلان رقمها كذا. طبعا هتلاقي البيانات اللي ظاهره دي مختلفه عشان احنا اتفقنا كل فيلان هترن الاس تي بي بشكل منفصل عن الفيلان الثانيه. طبعا هو هنا مفيش اصلاحات ولا حاجه في الطريق، بس يعني الماوس اللي خانتني. تمام. طيب انا شايف ايه هنا؟ شايف ان اللي بيرن ار اس تي بي يعني رابت، ماشي، البريوريتي بتاع البريورتي دي مش بتاعتي انا، مش بتاعت سويتش 1، ده بتاعت الروت. لاحظ الكلام ده، دي بريورتي مين؟ الروت، وده الادرس بتاع الروت، وده الكوست اللي يوصلني انا للروت. كده واضح ان انا بيني وبين الروت لينكايا 100، صحيح، لان هو قال لي ان انا اقدر اوصل للروت من خلال فاست 0 على 23.
تمام، من خلال بورت اسمه بما انه بورت فاست يعني بورت سرعته 100 ميجا، يعني الكوست هتبقى 19 ميجا. ده الهالو تايم، التايم اللي كل 2 سكند هنبعت بي بي دي يو، ده الماكسيمم ايج، وده الفورورد ديلي. بياناتي انا بقى دي، كل دي بيانات الروت، تمام، دي بيانات الروت، دي بياناتي انا، دي البريوريتي بتاعتي، ده الادرس بتاعي، الهالو بتاعي، الايدجنج تايم بتاعي. دي الانترفيسز بتاعتي اللي بتشارك في السبانينج تري، وده الستيتس بتاعتها، واحد منهم روت وبالتالي هو فوروردنج. فوروردنج يعني ايه؟ يعني هيسند داتا، ماشي، واي روت لازم يبقى له بورت الترناتيف، وبالتالي هيبقى بلوكت الالترناتيف ده، تمام، هيبقى بلوكت. بلوكت يعني ايه؟ بلوكت يعني مش هيفورورد داتا. اتفقنا انه في الار اس تي بي او في اي رابيد سبانينج تري كل بورت روت لازم يبقى له بورت الترناتيف، وده بيسرع عمليه الكونفرجنس. شفت، اظن انت معليك الكلام ده قبل كده، واظن انت فاكر لما كنا بنتكلم على الكيسز كده الشاذه شويه، كنت بكلمك على البورت بريوريتي، هي دي البورت بريوريتي، والبورت نمبر هي دي، تمام. ما تستغربش ايه 21 اللي بقت هنا 23، هو كل بورت له حاجه اسمها بورت نمبر، ما هياش بالسطحيه انها 21 هتبقى 21، لا، اصل احتمال اصلا يكون اول بورت كان اسمه فاست 0 على 1، اوكي، لكن كان في بورت قبل منه اسمه جيجا 0 على 1، وقبل منه جيجا 0 على 2. فبالنسبه للغه السويتش جيجا 0 على 0، بالنسبه للغه السويتش بيقول لي ان ده بورت 1 وده بورت 2 وده بورت نمبر 3، فبالتالي لما هوصل لفاست 0 على 23 هيبقى بالنسبه للسويتش ده البورت رقم 25. هو اسمه فاست 0 على 23 لكن هو بيعد البورتس كده كامله بالنسبه له، فاهمني؟ فيعني ايه، ما تخليش الحاجات التافهه دي تتوهك يعني. طيب فيريفيكيشن يعني ايه؟ بعض الكوماندز اللي هتعرفني الستيتس بتاعت الاس تي بي، برضه شو سبانينج تري روت عشان اعرف مين الروت. فبيقول لك ان بالنسبه لفيلان 1 ده الماك ادرس، ده الروت اي دي البريوريتي، ثم الماك ادرس بتاعت الروت بريدج، وده الكوست اللي وصلنا للروت بريدج، ودي البيانات بتاعته، واحنا نقدر نوصل له، احنا سويتش 1، احنا سويتش 1 نقدر نوصل للروت بريدج من خلال فاست 0 على 23 اللي هو دوت. ده معناه ان ايه؟ ان سويتش 2 هو المين؟ هو الروت بريدج، صح الكلام ده؟ ان هو على سويتش 1 بيقول انه يقدر يوصل للروت بريدج من خلال بورت 0 على 23، ده معناه ان هو دوت الروت بريدج، خصوصا ان الكوست 19 واللينكايه دي فاست يعني 100 ميجا، يعني هي اللينكايه دي الكوست بتاعها 19. يعني عارف مثلا يعني لو كان قال لي كوست 23 يبقى في احتمال ان بعد اللينكايه 19 دي في لينكايه تانية الكوست بتاعها 4 يعني سرعتها 1 جيجا توصلني للروت، كنت انا هفهم كده، لكن بما اني شفت الكوست هنا 19 واضح ان الروت واصل عليا انا دايركتلي، كويس. وبكده نكون انتهينا من الاس تي بي على ليفل السي سي ان اي، ممكن يظهر لنا مور ديتيلز بعد كده، لكن على ليفل الجزء الاولاني الاس بي ان جي ان 1 نكون انتهينا من الاس تي بي سبان تري بروتوكول. ونبدا ندخل في موضوع تاني ظريف وسهل جدا وخفيف قوي على القلب اسمه ايثر شانل. ايثر شانل معناها يا سيدي ببساطه، تخيل كده في عقل بالك لو الرسمة اللي قدامنا دي هنرن عليها الاس تي بي، ماشي، تفتكر انهي بورتس هتتقفل؟ مين شاطر كده يفكر معايا؟ انا بحاول اقرب لكم من الرسمة بس مش عارف بقى ايه انجح ولا انا كده بوظتها يعني. فراعي فين الرسمة؟ الرسمة اختفت يا رجالة. ده انا انتقلت لبرزنتيشن تاني. طب ده كلام لطيف، كويس، هو ده اللي انا كنت عارفه.
تخيل ان الرسمه ديت هنرن عليها الاس تي بي، تفتكر ايه اللي هيحصل؟ هقول لك انا ايه اللي هيحصل. هقول لك اللينكتين دول يعملوا لوب، فطبيعي الاس تي بي هيقفل واحده منهم، والاثنين دول هيعملوا لوب، لازم الاس تي بي هيقفل واحده منهم، ودول اكيد هيعملوا لوب، فلازم الاس تي بي هيقفل واحده منهم. كده خلاص؟ لا لسه مش خلاص، انا لسه عندي لوب كبيره، فلازم الاس تي بي هيجي يقفل لي مثلا دي. كده ما عادش في لوبس. يبقى انا كنت عندي 6 لينكات، الاس تي بي قفل لي منهم 4 وساب لي منهم 2. طب ده يرضي ربنا؟ يرضيك انت الكلام ده؟ لا، الكلام ده ما يرضيش حد. عشان كده قال لك ايه يا باشا؟ قال لك هنعمل فكره ظريفه لطيفه خفيفه. اللينكتين دول واصلين من السويتش ده للسويتش ده، صح؟ طيب ليه نخلي السويتش يعاملهم على انهم لينكتين؟ مفيش حاجه فيرشوال كده نقول للسويتش ده على فكره اللينكتين اللي طالعين منك دول طالعين لنفس السويتش، ونيجي للسويتش ده نقول له على فكره اللينكتين دول طالعين لنفس السويتش، يبقى انتوا الاتنين مفيش داعي تعاملوا اللينكتين دول على انهم اتنين، انتوا ممكن تعاملوهم على انهم لينك واحده، وتبعتوا الداتا عليهم كده ايه لود بالانس. يعني ايه؟ لو انت عندك 20 باكت، باكت على اللينك دي وباكت على اللينك دي، باكت على اللينك دي وباكت على اللينك دي، تمام؟ عارف يعني ايه تعاملهم على انهم لينك واحده؟ يعني مش ينفع تقوم باعت لي داتا من هنا برودكاست، يقوم السويتش يقول لك اه ده برودكاست اطلعه في كل حته فطلعه من فوق. لا، جارك هو كمان هيعاملهم على انهم ايه؟ لينكاية واحدة. بما اني بعاملهم على انهم لينكاية واحدة، فانا ما برجعش البرودكاست على نفس اللينكاية، وبالتالي مفيش ايه؟ مفيش لوب هتحصل. ايه رأيكم في الكلام ده؟ الكلام ده حلو؟ الكلام ده حلو. طبعا اللعب مع الزوم والكلام ده متعب شوية، لكن ايه احنا لها يعني. ماشي يا شباب. طيب بقول ايه يبقى فكرة الايثر شانل ان انا اخلي التو سويتشز دول يعاملوا اللينكتين دول على انهم لينكاية واحد. على فكرة هو مش اخرنا لينكتين، احنا اخرنا 8، كويس؟ يعني انا ممكن 8 لينكات ما بين السويتشين دول اعملهم على انهم لينكاية واحدة. على فكرة الموضوع ده مش خاص بالسويتشات، ده ممكن راوترين بينهم اكتر من لينكاية، 2 3 4 5 6، حلو مفيش مشكلة، اب تو 8، جميل، هيعملهم كلهم على انهم لينكاية واحدة. لا، ده الاخطر من كده، ممكن ما بين راوتر وسويتش، ممكن دول اعملهم على انهم لينكاية واحدة. كل ده كلام جميل قوي، مفيهوش اي مشكلة. ماشي يا شباب، دي فكرة الايثر شانل، سبورتد على اللاير 2 وسبورتد على اللاير 3، وميزتها انها بتديني مور باند ويدث، وبتعمل لود بالانس وريدندنسي كمان احتياطية، وكمان كل ده هيظهر فيود از وان لوجيكال لينك بالنسبة للاس تي بي. الاس تي بي هيعاملنا على اننا لينكاية واحدة، وبالتالي مش هيقفل مننا حد، وبرضه مفيش لوبس هتحصل. طيب بعض المعلومات لازم حضرتك تكون عارفها، انه عشان الكلام ده يحصل بشكل كويس لازم كل اللينكات دي تبقى بنفس السرعه. يعني ما ينفعش احط جوه الباندل لينكايه 100 ميجا مع لينكايه 1 جيجا، لانك لازم تعمل حسابك ان الراجل السويتش ولا الراوتر ده هيعمل عليهم لود بالانس، يعني هيضغط على الاثنين قد بعض، بيبعت هنا باكت ويبعت هنا باكت، يبعت هنا مليون هيبعت هنا مليون. طب تخيل لو واحده فيهم 100 ميجا والتانيه 10 1 جيجا ولا 10 جيجا، اكيد لما لو بعت على دي 100 مليون باكت وبعت على دي 100 مليون باكت، الجيجا هتستحمل ودي مش هتستحمل، وهكذا. فالمقصود انه لازم الاثنين، مش الاثنين، لازم كل البورتس المشاركه في الايثر شانل تكون بنفس الباندوث، وكمان بنفس الدوبلكس. ما ينفعش لينكايه هاف دوبلكس تشتغل مع لينكايه فول دوبلكس، بل الكلام ده انا بتكلم على نفس السويتش، لا ده كمان ما ينفعش الناحيه دي يبقى كلهم 10 جيجا والناحيه دي كلهم 1 جيجا، لازم كمان الناحيه دي تبقى زي الناحيه دي بالظبط، تمام؟ ده كلام جميل. طيب الحقيقه كده واضح ان السويتشين لازم يتفقوا مع بعض ويكلموا بعض، انت البورتات عندك السبيد بتاعتها قد ايه والدوبلكس بتاعتها قد ايه.
البروتوكولز اللي بتخلي عملية النيجوشيشن دي تحصل حاجة اسمها البي اي جي بي، والبروتوكول ده في الحقيقة سيسكو بروبريتري، لكن البروتوكول المناظر ليه اللي هو اوبن ستاندرد وهتلاقيه عند كل الفيندورز اسمه ال اي سي بي، ماشي، لينك اجريجيشن كنترول بروتوكول، ودي بورت اجريجيشن بروتوكول. كويس، دول التو بروتوكولز اللي بيهم التو ديفايسز سواء سويتشز او راوترز هيقعدوا يعملوا نيجوشيشن مع بعض. الحقيقه انا عندي اوبشن ان انا اقفل النيجوشيشن ده، الاوبشن ده بنسميه اون، وهنشوف دلوقتي يعني شكل الكونفيجريشن عامل ازاي. الاوبشن اون ده معناها ايه؟ معناها بص يا باشا، انت لا تسال جارك ولا تحاول تفهم منه، انا عارف انا بقول لك ايه، كل البورتات نفس الباندويتس، كل البورتات نفس السبيد، انا عاوزك باي حال من الاحوال تشغل الايثرنت شانل. بس خطوره الاون انه لو حصل مشكله في اي لينك، الباندوث بتاعتها اتغير، الدوبلكس بتاعتها اتغير، حتى ايفن اللينك وقعت الاستيتس بتاعتها اتغيرت، لو حصل مشكله في اي لينك ممكن الايثرنت شانل كلها تقع. فده ميزه انك تشغل حاجه من النيجوشيشن بروتوكولز، تمام، عشان خاطر ما توقعش الايثر شانل. لا، مجرد ان احنا مثلا احنا بنحاول نعمل الشانل باربع لينكات، لقينا ثلاثة منهم كويسين وماتشد وكل حاجة كويسة، وفيهم واحدة فيها مشكلة، ممكن خالص نطلعها بره الباندل اوتوماتيكالي، هو هيعمل الكلام ده من غير ما انت تتدخل. لكن الاون مشكلته شوية انه لما بتحصل مشكلة في بورت او في لينكاية واحدة ممكن يقوم وقع لك للشانل على بعضها، وده طبعا اكيد ده مش مطلوب. تمام، بعد كده بعد ما حضرتك كريت التشانل او الايثر تشانل او كل دول، كل اللينكات دي بقت لوجيكالي لينكايه واحده، هتعاملهم بقى على انهم لينكايه واحده. لو حبيت ممكن في حاجه اسمها، لسه هنعرف الكلام ده لما ناخد فيلانز، حاجه اسمها اكسس وترانك، حاجه اسمها نيتف فيلان، الاود فيلان، حاجه اسمها الاكسس فيلان. الكونفيجريشن دي يا شباب زمان كانت بتتحط على مستوى البورت، تمام، بغض النظر هي ايه الكونفجريشن دي، هتشوفها لما تاخد الفيلان، لكن زمان اللي انا عايز اقوله لك ان الكونفجريشن دي كانت بتتحط على مستوى البورت. دلوقتي الكونفجريشن دي مش هتتحط للبورتات، لو عندك 8 بورتات مشاركين في نفس الايثر شانل هتحط الكونفجريشن دي مره واحده على الايثر شانل. الايثر شانل ده هيبقى له حاجه اسمها فيرتشوال انترفيس، انترفيس وهمي كده تدخل جواه وتحط تحت منه الكونفجريشن اللي انت نفسك فيها، تمام، وكأنه بقى هو بيمثل الايه، الثمانية الثلاثة الاثنين، زي ما يكون العدد اللي انت مستخدمه في الايثر شانل بتاعتك. هنا الراجل بيدينا مثال، عنده اثنين فيزيكال انترفيس على سويتش 1، فاست 0 على 21 وفاست 0 على 22. اول حاجة نستفيدها انه انا كنت زمان بدخل اقول له انترفيس فاست 0 على 21، شوف هو دلوقتي بيقول ايه، انترفيس رينج فاست 0 على 21 مسافه داش مسافه 22. ده معناه ايه؟ دخلني على الكوماندات اللي انا هكتبها دلوقتي دي، انا عايزك تطبقها على كل البورتس في الرينج ده من 0 21 الى 0 22. انا ممكن استغل الموضوع اكتر من كده، لو عندي 4 بورت 5 بورت ممكن استغله في اي حاجه، مش بس في موضوع الايثر شانل. لو عندك اكتر من بورت عايز تعملهم كلهم نفس الكوماند، سي مثلا عايز تعملهم كلهم شات داون او عايز تعملهم كلهم نو شات داون، ممكن تستغل كوماند انترفيس رينج، ومش لازم يبقوا سيريز، هم بتستخدم الداش لما يبقى لما يبقوا سيريز ورا بعض من الى، لكن ممكن تستخدم الكوما لو عايز تقول له مثلا 0 على 21 و 3 على 13 و5 على 7، ماشي، ممكن استخدم الكوما، لكن هو هنا لانهم كانوا سيريز فهو ايه استخدم داش. دخل جوه الاثنين بورت وقام كتب جوه الاثنين بورت ايه، شانل جروب 1 ده رقم، كل ايثر شانل بتكريتها على السويتش او الراوتر بتديها رقم، ومش لازم تبدا ب 1. اوكي، المود اون، اون يعني مفيش نيجوشيشن، يعني انا عايزهم دائما وابدا في اي حال من الاحوال تحاول يا سويتش انك ترن ايثر تشانل يجمع هذين البورتين. مين قال ان الاثنين دول مربوطين بنفس الايثر تشانل؟ ان هما الاثنين تحت منهم نفس التشانل جروب، هما الاثنين تحت منهم رقم 1.
ده كلام جميل قوي. عمل نفس الكوماند على السويتش 3. طيب ده كلام كويس. فين بقى الانترفيس؟ خليني قبل ما اقول لك فين الانترفيس عشان يتاكد ان هو فعلا كاريت ايثر تشانل. ممكن في كوماند اسمه شو ايثر تشانل سامري، يقول لك والله احنا عندنا جروب رقم 1 بورت تشانل رقم 1، ماشي، بورت تشانل رقم 1، الاعضاء في بورت تشانل 1 دول هم مين؟ هم فاست 0 على 21 وفاست 0 على 22. ده كلام جميل قوي. ممكن تتاكد بطريقه تانية، تقول له شو انترفيس واسم الانترفيس ايثر تشانل، يقول لك اه والله الانترفيس ده حالته اب واحنا مشاركين في بورت تشانل رقمها 1 والمود بتاعنا اون. اون يعني احنا بنستخدم ايه؟ مفيش نيجوشيش. كويس قوي. قلت لك انا من شويه انه بعد ما عملنا الايثر تشانل التو بورتس دول دلوقتي اصبحوا ايه؟ اصبحوا فيرشوالي 1 بورت. طب افرض انا عايز ادخل على ال 1 بورت الفيرشوال ده ادي له اي كوماند، اي كوماند من اللي لسه هنتعلمهم بعد شويه، ادخل عليه ازاي؟ اقول له انترفيس بورت تشانل 1. معلش احفظ معايا كويس، مش التشانل جروب، اسم الانترفيس اسمه ايه؟ انترفيس بورت تشانل 1، ده الرقم اللي انت كتبته هنا. كويس، انت كده دخلت جوه الانترفيس. في كوماندات بقى كتير هنتعلمها قدام في الكورس بتتكتب جوه الانترفيس، زي ايه مثلا؟ زي سويتش بورت مود اكسس، او سويتش بورت مود ترانك، او سويتش بورت اكسس فيلان 1 او 7 او 10. الكوماندات دي بتتكتب تحت الانترفيس، ما عادش ينفع تكتبها تحت الانترفيسز دي. دلوقتي الانترفيسز دي بقت جزء من تشانل اسمها 1، فلما تحب تكونفيجر من حق حضرتك تدخل على التشانل ككل. ادخل على التشانل ككل ازاي؟ كده انترفيس بورت داش تشانل 1 واكتب تحت منها اللي نفسك فيه يا كبير. كويس؟ كويس. ايه بقى البدايل لاون؟ يعني لو انا عاوز اشغل لو انا عاوز اشغل النيجوشيشن باستخدام بروتوكول ال LACP، هكتب هنا مود LACP؟ لا، مفيش حاجه اسمها كده. الحقيقه لو رجعنا لورا شويه هلاقي هي دي البدائل. لما الكوماند بتاع المود، الاختيارات اللي بتيجي هنا، الاختيارات دي 5 اختيارات في الحقيقه. اول اختيار منهم اسمه اون، في اختيار اسمه اوتو، اختيار اسمه ديزيربل، اختيار اسمه اكتف، واختيار اسمه باسيف. كويس؟ كويس. اون ده عرفناه، شغل من غير نيجوشيشن، حتى هو هنا بقول لك نو نيجوشيشن. مش عايزين نسأل، مش عايزين نحاول نعمل ماتش، احنا كده كده هنشغل ايثر تشانل، ولو في حاجة غلط مش عايزينها تشتغل خالص، إن شاء الله ما اشتغلت. لو اخترت اوتو أو ديزيرابل أنت كده شغلت البي اي جي بي، النيجوشيشن بروتوكول الخاص بسيسكو، البورت أجريجيشن بروتوكول. لو اخترت اكتف أو باسيف يبقى انا كده شغلت النيجوشيشن بروتوكول ستاندرد، الاوبن ستاندرد اللي هو موجود عند كل الناس. طب ايه الفرق يا باشمهندس ما بين اكتف وباسيف؟ اكتف وباسيف دول يناظروا اكتف دي زي ديزيرابل بالظبط، بس يعني اكتف دي بتاعت ال اي سي بي، ديزيرابل دي بتاعت البي اي جي بي، والباسيف دي بالظبط زيها زي الاوتو بتاعت البي جي البي اي جي بي. طيب يا باشمهندس، اكتف اللي هي شبه ديزيرابل بيعملوا ايه؟ واوتو اللي هي شبه باسيف بيعملوا ايه؟ اقول لحضرتك، البورت اللي بتقول له انت ديزيرابل او انت اكتف معناه ان البورت ده من حقه انه يبدا النيجوشيشن مع الطرف الاخر، يبدا عمليه النيجوشيشن مع الطرف الاخر. لو البورت ما كانش ديزيرابل مش هيفتح بقه بكلمه، يقعد ساكت ما يبعتش ولا مسج. لو البورت بقى اللي هو اوتو او باسيف، الاثنين بورت دول ما بيبعتوش ولا مسج، قاعد كده ساكت مستني. لو الطرف الثاني بدا ينيجوشيت معاه هيستجيب ويبدا يرد يقول له اه انت عاوز تعمل ايثر شانل، اه ما عنديش مانع دي البيانات بتاعتي. لكن لا الاوتو ولا الباسيف بيبدا النيجوشيشن ابدا، اللي بيبدا النيجوشيشن الديزيرابل والايه؟ والاكتف. كويس؟ ده كلام جميل. وبكده نكون انتهينا من موضوع الايثر تشانل.
اخر موضوع في البرزنتيشن ديت هو موضوع ظريف وخفيف وما فيهوش مشكله خالص وقديم وما عادش موجود كتير في الشغل، فانا مش عاوزك يعني تتخض منه، لان هو يعني انا عمري ما شفته بصراحه، وحتى ما حدش حكى لي انه شافه. يعني موضوع الفليكس لينك، الفليكس لينك ده كان حاجه بتستخدم بدل الاس تي بي. يعني ايه بدل الاس تي بي؟ اقول لحضرتك، انا عارف ان رسمه النتورك بتاعتي بالشكل ده، انا الراجل الادمنستريتور في النتورك وانا عارف النتورك بتاعتي كده، والمنظر ده يا باشا وش كده هيعمل لوب ويضيع الدنيا. كويس كويس، اللي انا بعمله بقى ايه؟ ان انا بقول بص يا باشا، انا هدخل، انا هقفل البورت، مش هقفل البورت ده، انا هقول للسويتش ده يا سويتش بعد اذنك البورت دوت يتقفل طول ما البورت دوت قايم، اول ما ده يقع يا سويتش شغل البورت ده كده، مفيش لوب هتحصل. صح، الحقيقه ده بديل alternative to الاس تي بي، فعلا هو يشتغل بديل للاس تي بي، لكن معلش سامحوني هيشتغل بديل للاس تي بي لو النتورك بتاعتي بالشكل ده، لكن تخيل لو النتورك بتاعتي بالشكل ده. وبالمناسبه في نتوركس كتير كومبليكيتد كده، يعني في نتوركس كتير كده. انا بقى كادمن هقعد احسب وادخل للسويتش يا سويتش معلش البورت ده والبورت دوت باك اب لبعض، والبورت ده وده باك اب لبعض، وده وده باك اب لبعض، بصراحه حاجه تجيب شلل يعني. فالكلام ده ما كانش ينفع على سكيلابل نتورك، على نتورك كبيره، تمام. لكن هي فكرته كده، فكرته ان انا بدخل مانيوالي للسويتش بديله اتنين بورت واقول له الاتنين بورت دول باك اب لبعض، وطبعا بعرفه مين فيهم اللي ايه اللي هيشتغل ومين فيهم اللي هيبقى باك اب ليه. الكونفيجريشن بتاعتها في منتهى السهوله، اذا احنا عايزين بورت 23 يبقى اكتف، وبورت 24 ده الباك اب بتاعه. كويس، هندخل على بورت 23 هقول له سويتش بورت باك اب انترفيس فاست 024، منتهى البساطه. اول ما انت تضرب الكوماند ده 024 خلاص دلوقتي مش بيسند اي داتا ومش بيأكسبت اي داتا، كانه مقفول. ماشي، امتى يشتغل؟ لو الستيتس بتاع ال 23 بدل ما هي اب بقت ايه؟ بقت داون. ده يا سيدي بمنتهى البساطه فكره الفليكس لينك. الفليكس لينك دي حاجه على مستوى لير 2، ما هتلاقيهاش على الراوترات، حاجه ما هتلاقيهاش على الراوترات، دي حاجه على مستوى لير 2 هتلاقيها على السويتشات بس يا سيدي. لو عايز تعمل فيريفيكيشن، عايز كوماند شو شو انترفيس سويتش بورت باك اب، يعمل لك شو يقول لك والله احنا عندنا انترفيس 023 والباك اب بتاعه 024 بس كده. وبكده نكون خلصنا البرزنتيشن الحاليه، اتمنى الموضوع يكون مفيد ليكم، نلتقي ان شاء الله في البرزنتيشن الجايه قريبا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.